سمع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فيقول الله تعالى: اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وهذه تسرية وطمأنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوجيه له في ختام هذه الصورة إلى أن يتمسك بالصبر، ولكن هذا الصبر ليس صبرا سائبا، ليس له غاية، بل هو صبر يجد الإنسان فيه طمأنينته وراحته، لأنه في هذا الصبر يكون مسنودا بالعناية الإلهية. أي الإنسان وهو يصبر في هذا السياق وهو في مجال الدعوة يصبر ولا يشكى على الأذى، لكن صبره ذلك محفوف ومؤيد بالعناية الإلهية. حين يصبر الصابر يعلم أنه في تلك اللحظة في موضع العناية الإلهية، أي في اللحظة التي يصبر فيها الإنسان لا يصبر فقط لأنه يتحمل أو لأنه يجب عليه أن يصبر، بل يصبر وفي اعتباره وفي ذهنه أنه في هذه اللحظة هو الآن في موضع العناية الإلهية، هو مسنود، هو مدعوم بالعناية الإلهية. إذن فصبر هذا مكافأ حالا، هذا الصبر فيه مكافأة عاجلة، أي يصبر ويجد أثر ذلك الصبر في هذه العناية. كان أحدهم يقول: إني أعرف متى يذكرني ربي. أحدهم كان يقول: إني أعلم وأعرف متى يذكرني ربي. هل تعرف أنت متى يذكرك ربك؟ قال: نعم أعرف، لأن الله قال: فاذكروني أذكركم. فحينما تريد أن تكون مذكورا من قبل الله فيجب أن يكون البدء منك أن تذكر الله، فإذا به يذكرك، بمعنى أن هنالك دائما مقابل، أي هناك شرف في ذكرك. إذا ذكرت الله تذكره لتستجلب به ذكره لك. والآن أنت تصبر لا لأنك غلبت على الأمر ولا تستطيع إلا ذلك، بل تصبر احتسابا لأن تكون في موضع العناية الإلهية، فتصبر وفي اعتقادك أنك لست وحدك، أن لك العناية الإلهية والرعاية الإلهية والسند الإلهي والدعم الإلهي. هذه أشياء مضمونة، أي فرق بين أن يصبر الإنسان لأنه لم يجد بديلا عن الصبر، صبر لأنه لا منارس له من الصبر، وهذا صبر إنسان عادي، ولكن هذا صبر آخر، صبر المؤمنين صبر فيه اعتبار واستحضار للتأييد الإلهي، وهو شيء كبير. إذن فاصبر، هذا الأصل، فإنك بأعيننا، وهذا بمثابة التعليل، أي اصبر لأنك بأعيننا، اصبر لأنك بأعيننا. ومن كان بهذه المثابة فإن الله لا يخذله ولا يضيعه ولا يسلمه. والأمر هو هذا الذي ترون، هل ذهب جهد محمد صلى الله عليه وسلم سدى؟ هل ضاعت رسالته؟ هل تبخر جهده؟ هل هذه المعاناة لم يكن لها أثر؟ بلى، كل ذلك تحقق على النحو الذي ذكر الله تعالى. إذا كنا الآن نتحدث عن 1,600,000,000 مسلم في هذه اللحظة، ولا أتحدث عن الذين سبقوا والذين سيأتون، بمعنى أن جهد محمد صلى الله عليه وسلم أصبر هذه الملايير من البشر التي لولا جهده وصبره ما كان ليصلها الإيمان. لو انقطع النبي صلى الله عليه وسلم، لو توقف، لو مل، لو تراجع، كل مسار التاريخ كان يكون مسارا آخر. إذن هذا ليس من قبيل، أي هذا الذي يذكره الله لنبيه ليس من قبيل
المواساة أو التسرية، هذه حقائق، هذه حقائق تحققت. ولذلك مشيئة الله في هذا الإسلام، في هذا الدين، أن ينصره. والذي يريد الآن أن يعطل مشيئة الله مثل الذي يريد أن يعطل أي قانون من القوانين الموجودة في الكون. هل تستطيع أن تعطل قانون الجاذبية؟ مستحيل، لأنه إرادة الله. هل تستطيع أن تغير مسار الأفلاك والنجوم؟ أبداً. هل يستطيع الإنسان أن يغير تغييراً حقيقياً في كل هذه الثوابت التي أقام الله على الكون؟ أبداً. وبالتالي فإرادة الله غالبة. فمن إرادة الله تعالى، وهذه ذكرها كتاب الله مرات، أنه يريد لهذا الدين أن ينتصر، والله متم نوره، ولكن ليس على الراحة والقبول، ولو كره المشركون، ولو أو هم حاضرون. ليقولن قائل إن المشركين الجدد سيكونون أكثر صلابة في مواجهة الإسلام. لا، الله تعالى قال مهما يكن وجود الكفار والمشركين في أي عصر فالنصر باق. ليس لأن مشركين جددا يقولون نحن لنا وسائل وآلات وتخطيط كبير لنعطل الإسلام، لأن المشركين القدماء لم تكن لهم كل هذه الوسائل. نحن لنا تكنولوجيا ولنا لا إعلام ولنا مطابع، هذه أشياء لم تكن متوفرة للمشركين القدماء ليواجهوا بها الإسلام. نقول مع ذلك فالله يذكر بأنه كل مرة سيكون المشركون موجودين، وكل مرة سيكون النصر للإسلام. قاعدة، النصر المشركون موجودون، مكايدهم تختلف باختلاف العصر، والنصر دائما في جميع الأحوال متحقق، بل هو الآن يتحقق بكفيات أبلغ. أي حينما نزلت هذه الآيات، ماذا كان، ما هي جهات الأرض التي كان يعمها الإسلام؟ لم يكن الإسلام قد خرج حتى عن بلاد العرب. كان من أحدى من المستحيلات أن يفكر إنسان أن أرض فارس تصير أرض إسلام، لكن كانت. ثم كانت هذه الأراضي فتحت، تعرفون أن يفتح الإسلام الأرض التي عجز عن فتحها القوى العظمى. الروم لم يستطيعوا أن ينفوا الفرس، والفرس لم يستطيعوا أن يلغوا الروم. قوتان عظيمتان كانت تتناحران، ولم تعجز واحد، لم تستطع واحدة منهما أن تعطل الأخرى. حينما غلبت الروم في أدنى الأرض، من غلبها؟ الفرس. ثم عاد الروم فغلبوا الفرس. القوتان الأعظم كانتا تتناحران، ولم تستطع واحدة منهما أن تستولي على الأخرى، رغم أنهم كان لكل واحدة جند مدججون بالسلاح، وكانت لهم قيادات عسكرية منظمة، وكانت لهم تواريخ سابقة وسوابق في المواجهة. لكن حينما جاء الإسلام محاهما معا. لا الفرس استطاعوا أن يثبتوا، ولا الروم استطاعوا. أي أمبراطوريتان عظيمتان. هل كان الناس يومها يعرفون أن هنالك قارة اسمها أوروبا؟ من كان يعرف في بلاد العرب أن أوروبا موجودة؟ من كان يعرف هؤلاء كانوا يعرفون مجاهيل إفريقيا؟ هل كان هؤلاء وغيرهم إلى ذلك إلى وقت قريب كانوا يعرفون أن هنالك قارة جديدة اسمها أمريكا؟ من كان يعرف أن هنالك قارة معزولة هناك اسمها أستراليا؟ أي قارة من هذه القارات تخلو الآن من الإسلام؟ الإسلام موجود في كلها، والذين يشتغلون الآن في مواجهة الإسلام كهؤلاء الذين يحاولون إيقاف الماء بالسدود وبكذا، ولكن سرعان ما ينفجر هذه الأشياء التي يوقفون بها الإسلام. لحظة من اللحظات تنفجر، ثم ينداح الإسلام ويعم الناس بلطف، ليس بالقوة، ليس إنهم كانوا قديما قالوا إن الإسلام انتشر ونحن انكسر سيفنا منذ مدة طويلة، ومع ذلك الإسلام لم يتوقف. لأنه لو كان الإسلام ينتصر بالسيف لانتهى الإسلام لما أغمد السيف. انت ما بقاش احنا عندنا السيوف بأيدي غيرنا، القنابل والمدرعات ليست بأيدينا، ولكن هذه الشعوب التي لا تمتلك سلاحا
وهي تستجديه بل لا تمتلك كثيرا من المقومات، هي نفسها التي تعطي الناس دروسا في الإسلام. والإسلام الآن بمجرد أن تقترب منهم بعض الشعوب تعجب به وتقبل عليه. إذن فلذلك قلت إن هذا هو القدر الإلهي، القدر الإلهي. قلت هذه العناية يعبر الله تعالى عنها الآن: إنك بأعيننا. هذه الكلمة كلمة عين، بأعيننا كلمة عين، لها مجموعة كبيرة من الدلالات في اللغة. بعضهم يرى أن الأصل أو هناك الحقيقة والمجاز فيها، أي هناك ما هو حقيقي وهو عين، العين الباصرة، وما سواها مجاز، لأن هنالك علاقة أصلا هي علاقة تشبيه وإلحاق. وهناك من يقول بأن هنالك اشتراكا لغويا، والاشتراك هو أن مجموعة من المضمونات أو المضامين تشترك في كلمة واحدة. على كل، العين تطلق على الباصرة هذه التي ترون، وتطلق كذلك على العين التي يخرج من ماء أو ينبجس منها الماء، عين الماء يتشبه الأشكال العين البصرة. والماء الذي يخرج من العين يكون صافيا نظيفا، الماء الذي يمر عبر السواقي والقنوات ربما يتلوث، ولكن حينما ينبجس أساسا من العين يخرج لوحده الأقراقا. ولذلك الناس يذهبون أساسا ليستقوا من العين لا من السواقي، يريدون شرب الماء لأنه لم يتلوث بعد. ولذلك يسمى هذا الماء الذي يؤخذ من العين دلالة على الصفاء يسمى ماء معين. الماء المعين منسوب إلى العين، أي صاف كأنما انبجس الآن ومن العين، فهو ماء معين. والعين كذلك عين الميزان، عين ميزان أو لسان الميزان، هي تلك الحديدة التي بها يعرف رجحان هذه الكفة أو تلك، تضبط هذه عين الميزان. والعين كذلك للذهب، الذهب يسمى عينا، زكاة العين. وسمي الذهب عينا ربما لأنه في المعادن كالعين بالنسبة للجسد، العين بالنسبة للجسم هي أهم جزء في الجسم وأرفعه. وكذلك سمي الذهب عينا كأنه منسوب إلى باقي المعادن الخسيسة، فهو بالنسبة إليها كالعين بالنسبة للجسم. وده أيضا فيه معنى جميل أيضا في تسمية. والفضلاء من الناس يسمون أعيانا، أعيان العصر وأعوان النصر. الأعيان هم الكبار من الأشخاص في المدن مثلا، هناك فضلاء يسمون أعيانا. من هم؟ أناس ليس لأن ربما ضروري أن يكون لهم مال كثير، بل لهم عقل راجح. أناس في كل القرى أو في كل التجمعات يكون أناس لهم عقل راجح، حينما تطرأ الخصومات يتدخلون بحكمة ويهدئون تلك الخصومات، حينما يقع التصدع في الأسر يتدخلون، حينما يقع ظلم يردون الظالم. هؤلاء يسمون أعيانا. طبعا الأعيان فيما بعد أصبح لغة سياسية، أي أناس معينون يختارون أو يفرضون أنفسهم لأن لهم الأموال، فمن كونهم أعيانا يصيرون بعد ذلك أناسا سياسيين، أناسا يحكمون القبائل، يرشحون ويفرضون على القبائل، لا يستطيع أحد أن يواجههم لأن لهم المال ولأن لهم الأعوان ولأن لهم الأنصار
وقد لا يكونون في واقع الأمر أعيانا، قد لا يكونون، قد يكونون أناسا تغلبوا فقط فيسمون أعيانا بحكم ضعف الناس وبحكم جهل الناس. الناس في بعض المرات يبيعون أنفسهم لهؤلاء لأنهم يعطونهم في بعض المناسبات دريهمات يرشونهم بها، ويسكت الناس عن جرائمهم وعن فضائحهم لأنهم أخذوا منهم دريهمات. هذا أعيان العلماء، وهم كبار العلماء، ليس عموم العلماء أعيانا. ولذلك تجدون كتب وفيات الأعيان، وفيات الأعيان لابن خلكان مثلا هو كتاب لترجم فيه للعلماء النابهين الذين كان لهم حضور وكتبوا ودرسوا، أما العلماء العاديون الذين عاشوا كعامة الناس أو أدوا وظائف، قد يكون إنسان عالما ولكنه ليس مشغولا بشيء، لم يؤلف، لم يعلم، لم يفعل، عاش كما يعيش باقي الناس ثم مات، هو عالم ولكنه ليس من عيال العلماء، وذلك لا تجد له ذكرا ولا في 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 التراجم. وهذه مسألة يعرفها العلماء، يعرفون لماذا لا يترجم لبعض الأشخاص مع أنهم كانت لهم علوم، إما لأنهم كانوا على الهامش وإن لم يؤلفوا، أو على كل حال كان هناك سبب من الأسباب يجعل الناس لا يلتفتون إليهم، أو لأنهم ألفاف. ألفاف العلماء أي هؤلاء الذين لم كانت لهم بضاعة مزجاة، أي ما تكلموا على العلماء، شنو تكلموا على الهضرة ديال اليوم؟ العلماء الذين لهم علم يعرفون به، إما قراء، إما رجال حديث، إما فقهاء، إما أصوليون، إما بعض هؤلاء الذين لهم علو، لأن العلماء ما كانش يتقال على اللي ما عنده علم. كاين واحد، كاين العالم هو من له علم، من ليس له علم هذا كيهضر وصافي، يهضر وصافي، لا يتكلم، اللي بغى يسميه عالم الله يعاونه، ولكن لا يحمى به أي علم شرعي. فبعضهم تجد أنه اختصاصه في المواريث مثلا، يحفظ للأمة علم المواريث. وهؤلاء المحدثون مع الأسف الشديد الذين تناقصوا، تناقص هؤلاء، وإحنا ما نتحدث عن بعض العلماء، ما خصكم تعرفوا ما معنى على من كانت تطلق كلمة العالم. شوفوا الشيخ، قرأوا ترجمة الشيخ شعيب الدكالي، شو تعرفوا شنو هي العالم؟ ماشي كانت الآن غير تلقى في الزنقة يكون واحد يعجبه له واحد يقول أنت عالم، لا، تقرأوا الشيخ شعيب الدكالي. والامتحانات التي كانوا يمتحنوا بها الناس، ما كان الناس يسلمون، حينما يدخل الإنسان إلى بلد مثلا ويلبس لباس العلماء، تعرفون هذه القضية، لما دخل البخاري بغداد ولبس لباس العلماء ما سلموا له، أجلسوه وامتحنوه، قالوا لم تحنك تمام أنت، قال أنا صاحب حديث لا يمكن إلا أن يجلس إليك العلماء، جلس إليه العلماء ينظرون حفظه ومعرفته بالأسانيد وبالرجال. والبخاري كان آية من آيات الله، آية من آيات الله، هذا منا من الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية. فقالوا له وهم عشرة، كل واحد أعطاه 10 أحاديث، 10 من الأحاديث، فيقول فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لا أعلمه، لا أعلم أنا هذا الحديث، ويقول آخر كذا، كل واحد يسرد 10 من كم من مسألة معوضة. فقال يقولون له بعد هذا سألناك 100 حديث، في كل حديث تقول أنا لا أعلم هذا، ماذا تعلم إذا كنت لا تعلم؟ قال الآن أجيب. قال أما قولك حدثنا فلان عن فلان عن فلان فلان، فالصواب هو فلان عن فلان عن فلان، بمعنى أنه في مجلس واحد حافظ 100 إسناد خاطئ وأرجعها إلى أسانيدها فسلم له. ولذلك لما كان يقول المحدث ما كانش يخلطه، كان يسميه أمير المؤمنين في الحديث. وما كل واحد، تصوروش الناس كانوا يزنقوا يقولوا يا فلان يا أمير المؤمنين، غير شخص عليه وتعشوا مع واحد ليلة قال أمير، لا، أمير المؤمنين في الحديث يفترض فيه أن يحفظ 300,000 حديث بصحيحة وغير صحيحة. والبخاري وهؤلاء أعلام هذه الأمة حقيقة شيء كبير جدا،
وهذا تكرر في رحلة الشيخ شعيب الدكالي إلى تونس، وبعض العلماء كتب عن رحلة الشيخ شعيب الدكالي إلى تونس مذكورة في بعض الرحلات، وهو له رحلة رحلته الشيخ شعيب الدكالي كتبها الشيخ الفاضل بن عاشور تونسي. تعرفون من هو الفاضل بن عاشور؟ وقال لما جاءنا إلى تونس حضر معنا في الزيتونة مجموعة من كبار العلماء، هو ذكر أن الذين حضروا كانوا أكثر من 200 عالم كبير من كبار العلماء، وحضر معهم طلبة العلم والقضاة وكذا جميعهم، ثم أمرهم أو دعاهم إلى أن يفتحوا أي الباب الذي شاءوا من البخاري، ففتحوا الباب من البخاري فذكر لهم من العلم الغزير، وبالتالي ما رجع شيخ شعيب الدكالي إلا بعد أن شهد له الجميع بأنه آية في الحفظ. لذلك كان الشيخ شعيب الدكالي يعتبر قمة في المحدثين، ومثل الشيخ شعيب قرأوا هذه الأشياء، قرأوا هذه الأشياء باش ما تلفولكمش المحلات تبقاو تخلطوا في. فهذا قلت معناه أن يقول الإنسان لفلان أو لعلان أو أنه يحفظ هذا العلم أي يتقنه. مع الأسف الشديد الآن علوم الإسلام تتناقص تتهاوى تغيب، اللغة لا نتحدث عنها، تحدثش عن العلوم الآن تقريبا، بعد قد يمكن أن تقول توجد مدينة كاملة ليس فيها واحد يتقن علم التوقيت. كيف تعيش أمة لا تعرف علم التوقيت؟ كيف تسمي القبلة؟ كيف هذه كوارث كبيرة، والأمة ليست منتبهة لهذا، ولا ما عندهاش، لا تهتم بهذا ولا تنجز شيء. هي الأصل، شوفوا ما يفعل الآن، حتى في تكلموا على الجميع الحركات الإسلامية وعلى، يجب أن تؤسس العلم، لأن هذا التجميع العادي لن يفيد المسلمين في المستقبل، فيجب أن تتكون مؤسسات للعلم الشرعي، كليات العلوم الشرعية، كليات متخصصة. لو تم هذا لكان لنا اطمئنان على الشريعة الإسلامية، لأننا حينما نقول الناس الشريعة نقول أيوة أعطونا الشريعة، يقول لا ما احنا غير قلنا لكم وصفينا، ما احنا خاطئين هذه الشريعة، أعطونا الفقه دي الشريعة كنت قرأوه. لا، تجد المسلم حينما يبدأ أول خطواته في التعلم يسب المصنفات، هذه يسميها المصنفات الصفراء، وهذا ابن عاشير وهذا كذا، هذا قد يخلي العلم أن يفوت، ولا يتعلم ولا يترك من يتعلم. إذن أعود، إذن فقلت إن أعيان العلماء بهذا المعنى هم ليسوا عامة العلماء، بل هم النابهون من العلماء، ولذلك كتب كثير كما قلت في وفيات الأعيان كتب كثيرة من هذا، أي في العلماء. الأعيان كذلك هم الإخوة الأشقاء، إذا كان الإخوة من أب وأم فيسمون أعيانا. هذه فقط لأقول كلمة العين لها دلالات متعددة، كلمة العين لها دلالات متعددة، ومنها أيضا العين الباصرة. ثم حينما يقول الإنسان لآخر إنك بعيني يا فلان، لا عليك إنك بعيني، أي لا يقصد بأنك لأن ننظر إليك، لأنك لا يمكن أن تكون بعيني صباحا ومساء، قد أنام قد أسافر قد أغفل عنك، لا يعني أنني أفتح عيني دائما فيك. الأصل أن أنام وأتركك، أن أذهب إلى مكان وأتركك، معنى أنه ليس معنى أنك بعيني أنني أنظر إليك، معنى أنك تحت رعايتي ومراقبتي ومساندتي. هذا المعنى لها في جانبها اللغوي. ما الذي يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقع؟ موقف التأييد، اصبر لحكم ربك. فإلى أي شيء يحتاج الآن؟ يحتاج إلى هذا المعنى، إلى معنى أن يقال له إنك بالعناية الإلهية، لأن الذي يسنده ويثبته ويقويه هو هذا المعنى، معنى أنك لست وحدك، فهم؟ أي أنك لست وحدك. في هذه الآية قال الله تعالى فإنك بأعيننا، وقال بالنسبة لكذلك لنوح عليه السلام صنع الفلك بأعيننا، وقال بالنسبة لموسى لتصنع على عيني،
عيني. قالوا هذا التعديد، تعديد في مرة يذكر القرآن أعيننا ومرة يذكر في عين. فبالنسبة لموسى قال له عيني، لتصنع على عيني، إذ تمشي زد أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. أي موسى كان في حالة ضيعة، ألقي ووجد، فأراد الله تعالى أن يرجعه إلى أمه، فكانت هذه أختها تقول لهم هل أدلكم على من يكفله، قالوا نعم، فجمع الله الشمل بذلك. إذن فهي فقط من فعل واحد، فعل واحد، الله تعالى قال إن تمشي أختك، إن تمشي، هذا هو هذا الوحيد، هذا الأمر الذي كان مظهرا للعين للعناية بموسى. لكن بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم يقول بأعيننا، وبالنسبة لنوح كذلك يقول هذا التكثير لملحظ، لملاحظة كثرة العنايات وكثرة الرعايات الإلهية. فإنك بأعيننا، فنحن ندفع عنك، يقول الله له ندفع عنك أعداءك فلا يصلون إليك، نحن نؤيدك ونثبت حجتك، نحن ننصرك، نحن نجعلك، نجعل دينك هو الباقي. إذن فهي مواهب كثيرة ونعم كثيرة. بالنسبة كذلك لنوح عليه السلام، كانت له، كانت لله عليه فضائل كثيرة حينما أراد الله تعالى أن ينقذ هؤلاء الناس، لم تكن السفينة موجودة، فقد ألهم الله نوحا أن يصنع السفينة ويأتي بها خشبة خشبة، ولم يكن يومئذ شيء في الأفق باديا، بل الناس كانوا كلما مروا به كانوا سيسخرون منه. إذن كانت من العناية الإلهية أن الله ألهم نوحا إلى هذا. وحينما أركب نوح هؤلاء في السفينة أجرى الله السفينة فلم يعوقها ولم يغرقها، وحينما مرت السفينة لطف الله بها فسارت في الأمواج، والماء يومئذ يأتي من الأعلى ومن الأسفل، وحينما هناك سفن أكبر من هذه السفينة وغرقت، سفينة تيتانيك كانت مجهزة وغرقت لأن الله شاء لها أن تغرق، ولكن سفينة نوح صارت في أعاصير والتقى الماء على أمر قد قدر، فجر الله سبحانه وتعالى الأرض عيونا وأنزل من السماء كذلك مياها، فكان المنظر منظرا مخيفا، ولكن الله تعالى أنقذ نوح عليه السلام وأبلغه إلى شاطئ الأمان، فنزل معه، نزل ونزل معه المؤمنون ممن كانوا معه. هذه منن كثيرة على نوح، ابتداء من إلهامه صنع السفينة إلى الإركاب إلى وتحميل السفينة إلى إجرائها في إلى غير ذلك من 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 المظاهر التي مثلت نعمة الله سبحانه. وهذا الذي ذكره بعض المفسرين في الحكمة أو في نكتة في تعديد الأعين بالنسبة لهذه، في هذه فإنك بأعيننا، أي إن محمدا صلى الله عليه وسلم له كلاءات متعددة وحفظ متعدد، وإنه لا بد أن يبلغ هذه الغاية وهذه. هذا محمد صلى الله عليه وسلم كان يفهم هذا الكلام، كان يفهم أن هذا شيء مطمئن، كانت هذه أشياء أو كانت هذه الكلمات القرآنية لها أثرها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إمداده بالقوة الضرورية، لأن هذا كان في بداية الدعوة الإسلامية، كان محمد صلى الله عليه وسلم يتلقى هذا التشجيع وهذا التأييد وهذا الإخبار عن المساندة وعن الدعم الإلهي. إذن هذا هو هذا هو المطلوب في هذه. ثم يأمره الله تعالى في المقابل بشيء يستديم به، يستديم به هذا النصر، أو يستديم به القوة، وهو فعل آخر وهو التسبيح. فسبح، هذا التسبيح
المدعو إليه في هذه اللحظة له موقع ومكانة في هذه اللحظة خاصة. لاحظوا، أذكر التسبيح. التسبيح أساسا هو الإبعاد في السير، سبح بمن أبعد. فالسبح هو الإبعاد في الماء، حينما يسبح السمك فإنه يبعد في الماء. ونحن حينما نسبح الله، إما أن نقول سبحان الله، وهذا علم التسبيح، أي كلمة هي علم، سبحان علم التسبيح، لذلك كانت ممنوعة من الصرف. هذه الكلمة معناها تنزيه الله تعالى عما لا يليق بألوهيته، أي لا يمكن أن يكون الإنسان مسبحا إلا إذا فهم عبارة كلمة، ماذا تقصد كلمة تسبيح. لأن الإنسان قد يسبح، أحد الأشخاص يسبح ويشترى له سبحة ليسبح وهو ما سبح أصلا، لأنه ما فهم معنى سبحان الله، فهو قيل له سبح فسبح، ولكن ما معنى سبح؟ هي كلمة بلا معنى عنده. التسبيح أساسا هي فكرة، أساسا هو اعتقاد ونية، ثم يكون قولا ويكون عملا. فالتسبيح بالفكرة معناه تنزيه الله تعالى عما لا يليق بذاته العلية. نحن في هذا الأمر الآن واقفون. الناس يقولون إن الإله موجود، أي هؤلاء هم أحسن الناس ممن لا ينكر وجود الله، ولكن هذا الإله لنا عليه تحفظات وملاحظات شوية. نحن مؤمنون ولكن شوية ما بغيش شي حادث. ما إذا قال الإنسان إن لي تعليقا، إن لي تحفظا، إن لي موقفا مترددا من حكم شرعي، فما سبح الله أبدا، إنه لم يصل بعد إلى تسبيح الله. تسبيح الله أن تعتقد أن الله موصوف بالكمالات كلها، وأن لا شيء من النقائص يتصف به الله سبحانه وتعالى مطلقا، هذا على الإجمال. أما إذا كنت تنسب لله الضعف أو العجز أو عدم المعرفة فالمشكلة كبيرة. ما الذي يقع الآن؟ أن الناس لهم سبح كثيرة ويسبحون صباح مساء، ولكنهم حينما يقولون هذا الحكم أنا غير مطمئن إليه. مثلا امرأة نقول لها ما قولك، جزاك الله خيرا في قضية تعديد الزوجة، ماذا تقولين فيه؟ ماشي تقول كي موقف شرعي أو لا 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 لا، هذه لا أقبلها. إذن أنا عند القرآن إلا هذه الآية، القرآن نقص هذه الآية، الآية هذه ما عجبتنيش. ماذا تقول يا فلان في هذه الآية التي مثلا فيها الحدود الشرعية؟ الحدود الشرعية تجاوزها العصر، إلا هذه. إذا كان لك اعتراض على آية واحدة في القرآن فما سبحت الله أبدا، ترى أنك أولى بأن تعبد دونه، أنت الذي تصحح للإله، لأنك تعرف أنك تدرك وتفهم ما لا تعرف ما لا يعرفه الإله. أين التسبيح؟ ولو كانت لك في بيتك ألف سبحة فما سبحت الله أبدا. يجب أن يكون لك الاطمئنان الكامل في والثقة المطلقة في كل ما أمر الله تعالى به، أنه هو الأصلح والأمثل والمفيد بالنسبة للإنسان قولا واحدا. فهمت معنى؟ إذا كان الإنسان شك في قدرة الله أو في علم الله أو في مشيئة الله، ما سبح الله تعالى بشيء أبدا. فهمتوا؟ ذلك الذين يسبحون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده، وكيغدا يقول لك لا هذه الآية ما نقبلهاش وهذه ما نقبلهاش وهذه ما نقبلهاش، ولو تمشي تلعب مع راسك قلت راك تعي راسك وصافي، كاع ذاك التسبيح غير تسير في حالك، غير ما تسبح الله بفكرك. اعتقد الكمال في الله عز وجل. لما يقولوا الآن ماذا وقع الآن عندنا؟ حقيقة ولكننا نخاف من الشريعة الإسلامية. ذوك الآن تخاف سبحان الله أكبر، أنت تخاف من الشريعة الإسلامية؟ يقولك أنا مثلا الخلاف اللي كان موجود في بعض الدول، إذا خفت من الشريعة الإسلامية انتهى أمرك. أبدا، أنا لا أخاف من الشريعة الإسلامية، أنا أخاف من ظلم العباد. نعم، هؤلاء هذا البشر الآن الذي ليس إلها، كم يشرع من الأحكام لصالحه هو؟ كم يشرع هنا الناس هنا من الأحكام لصالحهم هم؟ يصممون الأشياء. أنا أؤمن بالديمقراطية،
يجب أن نؤمن بالديمقراطية. نعم آمنا بالديمقراطية، ولكن نؤمن بالديمقراطية كما أريدها أنا لا كما يريدها أي مبدأ. ديمقراطية هي كلها في خدمتي، وإلا فلا أؤمن بها. هذا الشيء اللي وقع. أنا أؤمن بالديمقراطية التي تخدمني. أنا أقول بقضاء نزيه إذا كان يحقق مآربي، وإذا كان سقط كل شيء. الآن في العراق يتحدثون عن هذه الأشياء التي وقعت، من الذي جلبها هذه الناس؟ أليس القضاء؟ القضاء الذي يحكم على المخالفين دائما تم الإعدام. فلان 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 هذاك إرهابي زيدوا، هذاك إرهابي زيد، حتى وصلنا لماذا؟ لأنه ليس حكم الله، هذا حكم البشر في البشر، وحكم البشر في البشر هو هكذا يجب أن يكون متحيزا وضعيفا. وأنتم ترون في كل أشياء، حتى ذيك الأشياء ذيك الثقة اللي كانت في أوروبا وفي كذا وفي أمريكا في القضاء، وفي يعرف بأن ذاك الشيء كان وهما فقط، كان وهما. إن أقول إننا يجب أن نثق في الشريعة الإسلامية، في الإرث، ما تبدل ما تغير. لما تقول إرث هذاك حكم الله تعالى، لا يجوز لك أن تقول فيه بأن العصر تغير وتبدل. لابد أن نقول بأن المرأة ترث مثل ما يرث الرجل. علاش؟ لأنه لابد أن مساواة. عاش الأوروبيين عندهم المساواة في الإرث؟ في الأوروبيون الموروث وما يخلي يورث لا الولد ولا البنت، يجمع ذاك سميتو يكتبوا الكلب ديالو ويخليهم يتفرجوا كاع كل شيء. فين الإرث؟ واش يتساووا مع الكلب؟ الكلب خير منهم. الآن تعرفون أن هذا من حق الإنسان في أوروبا، ما قالوش شي واحد المساواة ولا ماشي، حنا اللي مظلومين دائما ها؟ لأن احنا باغيين فينا، باغي الناس في الدين ديالنا باغي فينا الخدمة، وجابر اللي يعاونهم. شي مجموعة زارت المدة الأخيرة، زارت الفاتيكان، مشاو نساو الرجال وبعض الناشطين دخلوا مشاو للفاتيكان يشوفوا البابا غادي كذا. ما دخلوا الاستقبال كانوا بعض الناشطات يقولوا دائما يتكلموا على العلماء وعلى المسلمين وعلى ضد المرأة وضد ما وصلوا. جاءوا الناس ديال الاستقبالات يتريهم، اجوا الرجال من هذه الجهه وانتم نساء، قالوا استناو تماك لان البابا لا يمكن ان يستقبلكم. في التقاليد الدينيه لا يستقبل النساء، لا يستقبل النساء. قال انتم كفس من دوك العلماء ديالنا اللي كفيه انتم. قال البابا ما تبقاوش تتحاولوا معاه انكم ابد ما يشوفكمش نهائي، ما شافهمش، ولا حد تكلم ولا حد ناضت ولا هيومن رايت ولا كل شيء سكت. قال قبضوا الطريق الله يعاونكم، ديو شي بركه شي بخور ولا نعطيكم تماك وسيو قبضوا الطريق لهلي. ما كاين شيء، لان الاصل في الصحه هو الشرع، والحافظ للشريعه الصوره الحقيقيه للشريعه ولمراد الله من البشر هو القران الكريم. ما دام القران موجودا في حياه البشريه، القران نحن لا نحفظه لانفسنا فقط، تعرفون هذا، نحن نحفظه للبشريه. لو ضاع القران لخسرت البشريه مصدرا للتوجيه لا ينحرف ولا يحيد. لذلك أرخي إن شاء الله الحديث إلى الحصة المقبلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا ظننت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.